للصف الاول الابتدائي والثاني والثالث حتى الصف السادس الابتدائي، وتدرس في جميع المدارس. حتى الاطفال المسيحيين يجب عليهم حفظ هذه الايات، وهي ايات ليست بسهله وليست يعني، ربما المسلم عندما يحفظ هذه الايه بعد سنوات قليله لما بيكبر هيبتدي ينضج شويه، يبتدي يفهم نحو هذه الايه، ولكن يفرض على الطالب المسيحي ان يحفظ هذه الايه. وخرج احد مرشحين رئاسه الجمهوريه وهو مرشح اسلامي وقال اتحدى ان تكون هناك ايه قرانيه واحده في مناهج اللغه العربيه. انا كنت عم اتفرج على التلفزيون، كنت عايز اخش جوه التلفزيون اقول له حضرتك ادي كتاب ابني بتاع المدرسه في سنه اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي، حضرتك مع الاستمرار في هذا ام نحن دوله مدنيه؟ دينها الرسمي الاسلام ده موضوع تاني. احنا بنروح رئيس الدوله بيحضر احتفاليه بتاعه صلاه العيد هنا وبيحضر، ده موضوع تاني. ان الدوله ليها رموز اسلاميه ده موضوع. لكن الحته اللي حضرتك بتقول عليها دي في التعليم انا وافق عليه بشرط. بشرط احنا بنعلم بنكبر الطلبه بنزيدهم نضجا. انا وافق عليه بشرط يتحط في جوه الدروس نفسها اسطر كده من نصوص في الانجيل او التاريخ القبطي على سبيل المثال. ايه المشكله؟ او تدريس التاريخ القبطي ضد المناهج. لو طفل نشا على ان هو بي 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 بيطلع على فقره من القران ويطلع في صفحه اخرى على فقره من الانجيل، خلاص يبقى انا فكيت العقد من بدري. او ازيل الاثنين، يا ازيل الاثنين يا اما اول الاثنين.